الدنيا عندي كويسه في اي مشاكل؟ لا لا الدواء تمام والكشف تمام وكل حاجه. سلامه حضرتك. السلام عليك. ربنا يستر. نورتنا. بهدف المتابعه والوقوف على الخدمه العلاجيه التي تقدم للحجاج المصريين ومراجعه الادويه والمستلزمات بعيادات البعثه الطبيه، قام مسؤول البعثه بعمل جوله تفقديه بتلك العيادات لتذليل المعوقات كافه التي قد تواجه الكوادر الطبيه خلال عملها بالعيادات، ورصد انطباعات الحجاج المصريين ومدى رضاهم عن الخدمه العلاجيه المقدمه لهم. لفينا على كل العيادات اللي في مكة. أولا عملنا دعم بالأدوية والمستلزمات كلها، يعني كأن احنا ملينا المخازن من أول وجديد، وبحيث ان احنا نخش على المرحلة التانية وان شاء الله يعني كده مفيش أي، رجعنا كل الجرد، عملنا جردنا المخازن ورجعنا كلها، مفيش أي حاجة ناقصة الحمد لله. قابلنا العيانين وقابلنا الدكاترة واطمنا على تواجدهم واطمنا على نوعية المرضى اللي بتيجي والتعامل معاهم. احنا كان يهمنا أساسا من ناحية خدمة العيادة الخارجية انه يبقى المريض واخد معاملة كويسة، تشخيص سليم، تشخيص سريع. والحاجة التانية احنا رجعنا بقى المستشفيات اللي المفروض بنحول ليها الحالات، والحمد لله احنا في تواصل. احنا لحد النهاردة يعني الحمد لله عملنا وصلنا ل 8000. الشكاوى اللي جات لنا معظمها نزلات البرد، تغيير الجو، التكييفات، الألم المفاصل، القدمين من المجهود بتاع العمرة، والحمد لله الدكاترة عندنا تعاملوا مع كل الحالات. كما تم دعم وإمداد عيادات البعثة الطبية من خلال التموين الطبي والمخزون الاستراتيجي بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وبخاصة الأدوية الملحة والمزمنة كأدوية السكر والضغط والقلب. لفينا على العيادات، تابعنا نواقص وكملنا نواقص الأدوية والمستلزمات، ونبهنا على كل الصيادلة والدكاترة والفريق الطبي الموجود في جميع العيادات أنه يتم المتابعة معانا أول بأول من النواقص. مجرد ما الصنف يوصل لرصيده 50% يتم إبلاغنا ليتم استكمال النواقص. تم استكمال المضادات الحيوية والمسكنات واستكمال جميع الأدوية وإن شاء الله الحمد لله الأرصدة بقت 100% في جميع العيادات. ضيوف الرحمن عبروا عن امتنانهم لما تقدمه البعثة الطبية من خدمات تشخيصية وعلاجية لبت طموحاتهم. بصراحة القافلة عاملة اللي عليها وزيادة، والدكاترة بصراحة معاملتهم حلوة جدا الصراحة، يعلم ربنا. قولوني وجعني، فقالوا لي ان في هنا قافلة طبية يعني، ونزلت والدكتورة بصراحة عملت وعي الواجب وادتني علاج وصرفته من الصيدلية. بشكركم كلكم اللي مهتمين بينا، والحمد لله أحمدك وأشكرك يا رب. الانتقال بالخدمة العلاجية للحجاج المصريين من مستوى الإتاحة إلى مستوى الجودة هو ما حرص عليه مسؤول البعثة الطبية المصرية، فالكل يتبارى في خدمة ضيوف الرحمن رافعين الشعار خدمة الحجيج شرف لنا. محمد حلمي، أني للأخبار.